أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويل لمن بعثنا ممن قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. امتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون أشتهى اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي لإنه إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب
بللا مثلا ونسي خلقه طال من يحيي العظام وهي رمم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات الزاجرات الثانية ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا سماعون الملل على ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خاطف الخاطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم وما شد خلقنا ممن خلقنا إن خلقنا من طين لازم بل عجيب تسخرون إذا ذكروا لا ذكروا إذا رأوا تستسخرون وقالوا إن هذا لسحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأول قل نعم أنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوا إلى صراط الجحيم وقفوهم إن مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله مستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنة النعيم على سرر متقابلين يطوف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشارب لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عن كأنهن بيض مكنون وقبل فقبل بعض على بعض يتسألون قال قال من كان لهم قال يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من محضرنا فما نحن بميتين إلا موتاتنا الأولى ونحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم مثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير النزل الأم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين وإن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تولعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنما الفوابهم ضالين فهم على أثرهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر أولين ولقد أرسلنا فيهم منذر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيبون ونجيناه لهم من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا على بالآخر سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلوا ما لكم لا تنطقون فرغ عليهم ضربهم باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون الله خلقكم وتعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كذا فجعل لهم أسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سهدي ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
فلما أسلم وتلوا للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وبذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانهم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخر سلام على موسى وهارون كذلك نجي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنه نحضر إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليك الآخر سلام على إلياس إنا كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون على مصبحين وبالليل فلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الهوت وهو ملم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعث فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من ياقوت وأرسلناه لم يتلفن أو يزيدون فآمنوا فمتعنا ملاحين فاستخدم لربك البنات وله البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون على إنهم من إفكم لا يقولون هذا الله إنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا ذكروا أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتر إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم إنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون وإن كانوا يقولون وأن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا بما سوى عالم ولقد سبق ظلمات لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم قني فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافر هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخر هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر من بين بل في شك من ذكر بل لما ذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض ما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون اذكر عبدنا داود ذا الإيد إنه أواب إنا سقر الجبال معه يسبح بالعشي والشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتينا الحكمة وفصل الخطاب والأتاك نبأ الخصم التسوار المحراب
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بينهم بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولا نعجة واحدة فقال أكفلني وعزاني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة إن كثيرا من الخلط الذي بعض على بعض من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال لهم هم وظن داود أنه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن لو عندنا لزلفى وعسنا مآب يا داود إنا جعلنا لك خليفة في أرض فاحكم بين الناس بالحق واتبعها فيضل لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله له عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فللذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان ونعم داود إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيف الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق واسحب السوق والأعناق ولقد أتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين بالأسباب هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له واتلاه أهله ومثله معه رحمة منا ذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ارض احمد انه وجدنا صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار انه عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل والاسع وذا الكفل وكل من اخنا هذا ذكر ان المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم ابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون لي من حساب إن هذا ليس ما لم نفاد هذا وإن للتغيين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم يا مرحبا بإنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا وضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا مذير وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم وأنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذا اختصموا الذي يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إن خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجل إن عليك لعنة إلى يوم الدين قال ربي فاغضني إلى يوم بعث قال فإنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنميك مما تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن نازل عليك إن نازل إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين هلا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم لا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل واستخرج الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى لا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإذا شكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إلا ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان دونه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذا الحسن رب الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليك كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت النار وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تنين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة قل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا العذاب والآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن بكل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم.